بسطوا الامر باش يقدر يبان لهم في متناول ديالهم. وانا غادي ناخذ واحد الكلمه قالها الدكتور، قال الاطار فوضوي، يعني هناك واحد الفوضويه في التعامل. ما تنهضرش غير فقط في هذا الموضوع هذا، ولكن بالاخص حنا تنهضروا على العدوانيه حتى هي تدخل في نفس الاطار. كاين واحد الفوضويه في التعامل مع الاهداف. حنا الهدف ديالنا هو ان يكون واحد التغيير تدريجي في السلوك ديال الطفل. اذا شنو خاص؟ خاص منهجيه. ما يمكنش انايا غادي نوصل لواحد لواحد النتيجه ملموسه، وهذه النتيجه هي مخالفه ولا مغايره على السلوك الحالي بطريقه فوضويه، بطريقه يعني بدون منهج معين. وغادي نعطينا واحد المنهج فيه اربعه ديال الخطوات يعني ساهلين مفهومين باش يقدر الاباء يكتشفوا بان كاين واحد الغلط معين او تقصير او خلط في مرحله من هذه المراحل ديال هذا المنهج. المنهج تيعتمد على اربعه ديال الخطوات. اول خطوه هي المعرفه. يعني انا قلتها، يعني ماشي جميع الاباء غادي يوجدوا نفسهم في شي سبب من الاسباب. اذا انت كاب راه ما كاينش اللي يعوضك ك يعني نجيبوا كاع الاخصائيين، انت اللي تعرف في اللحظه اللي غادي تتعرف على المشكل. بطبيعه الحال في بعض الاحيان ما تيكونش كافي، حنا غادي نعرفوا من ديك الساعه غادي خصنا ضروري من التدخل ديال الاختصاصيين في التشخيص. تنهضر على المرحله ديال التشخيص اللي هي مهمه. اذا المعرفه، شنو غادي ندير؟ غادي كل يوم غادي نفهم انا ولدي هذا العنف هذا منين جاي، شنو خاصني؟ خاصني نستعمل كي تيتسموا الحواس ديالي بثلاثه بهم، نشوف ونسمع ونحس. نشوف يعني وهذه العمليه هذه تتم بدون تقييم، بدون احكام مسبقه، بدون تفسير. نحاول انا نزير راسي وما نبقاش نقول راه بحال مره اخرى، راه ديما هذا يبدا يدير بحال هكا. دائما تنخدموا في واحد الروجيستر، ما تنبقاش نفرقوا ما بين الماضي والمستقبل والحاضر. انا تنهضر على غادي تحتاج في المعرفه جوج الحوايج، التركيز والانتباه. نجلس نقول اليوم غادي ننتبه مع ولدي، غادي نراقبه، غادي نشوف شنو تيدير. كي قلت باستعمال الموارد الحسيه كامله. من بعد تجي مرحله ديال الوعي، وهنا تنبدا تنوضع اسئله التساؤلات. بطبيعه الحال في المعرفه وفي الوعي نقدر نمشي، ما قدرش نوصل مثلا اجوبه معينه، نقدر نمشي عند الاختصاصي. هذه الاسئله شنو المفاد ديالها؟ علاش ولدي تيدير بحال هكا؟ فوقاش تيدير بحال هكا؟ واش مع كل شيء؟ اين؟ متى؟ مع من؟ كيف؟ تنبدا نوضع هذه الاسئله بموضوعيه، تنشوف وتنبدا نحلل. هنا تبدا التحليل. من بعد المرحله الثالثه كاين قلنا المعرفه، قلنا الوعي، تيجي القرار. خصني نقرر شنو ندير. القرار خصو تيعتمد على واحد الخاصيه ديال تخيل الحل. الا ما كنتش قادة نتخيل الحل، نشوف عاوتاني اما الاختصاصيين، يا اما المرافق، يا اما كوتش، يا اما وسائل، يا اما كتاب، يا اما ما نخليش راسي، ما نعتمدش فقط غير على الاعتقادات ديالي، على التربيه ديالي، على الماضي اللي عشته مع ذاك الطفل. لان تيكون بعض المرات اليم، لان سيرتو يعني في بعض الحالات اللي تيتجاوز ذاك السلوك العدواني الطفل وتيمشي اما العائله الكبيره، يا اما المدرسه، يا اما في المرحله الاخرانيه. يعني ما قبل من تنوصلوا لواحد القرار، يعني هاش نادي ندير، هاش نادي ندير، عاد تيجي العمل. تندير واحد البرنامج ديال التغيير، ونعرف بان خصني نتحلى بالصبر، بان خصني واحد المجموعه ديال الكفاءات. والكفاءه الاولانيه اللي نحطها في اللائحه ديالي هي كفاءه ديال التواصل مع هذا الطفل. خصني نعرف نتواصل معه. اول حاجه غادي نبحث عليها هو الحاجيات ديالو شنو بغا. هنا نعطي مثال الا كان ممكن، يعني مثال بسيط. وليد نقولوا حنا باقي صغير، يعني ما بين 3 سنين ل 7 سنين، تيلعب باللعبه ديالو، جا شي واحد هز له ديك اللعبه ديالو ناض ضربه. جات يعني طبيعي وكنعيشوه يوميا في بيوتنا. يقدر يضربوا بعنف، يقدر يعني شنو تيكون رده الفعل الاباء؟ الاغلبيه ديالهم خبخوه وصافي، راه غير لعبه، ياك من الصباح وتتلعب بها، خليه شويه، مالك اناني شنو هنا الطفل شنو درنا له؟ ما فهمناش، ما سمعناش. في المقابل نعطي غير بعجاله، نقدر نمشي عنده نسولو، نقول بان خصني نبين له بانني فهمته ذاك السلوك اللي اصدر عنده واحد الحاجه. شنو هي الحاجه؟ شنو هي الحاجه من مورا هذاك؟ اولا هذيك اللعبه ديالو، اجي هذه اللعبه ديالك ياك، انت بغيتي تصرف فيها كيف ما بغيتي، وهو جهزها لك وما خداش الاذن ديالك. حسيتي باش حسيتي؟ ونهضر والاستماع تيكون حتى الاحاسيس ديالو، باش حسيتي؟ وتمشي عاد تمشي الخطوه. هو ملي تقول له ديك الهضره تيرتاح، تيفهم بان راه داك الغضب ديالو كان عنده سبب. لان من بعد خصنا حنا هو يبدا يتصنت راسو، ما نكونش انا معاه كل مره باش نعدل له السلوك. هو خصو يدخل في لوتو ديسيبلين، في لوتو كونترول، في التحكم الذاتي، باش بالوعي.
مي تنسولو انايا تنقول له هاد الاسئله هذه عاد تمشي تنشوف القرار اجي وشنو هو الحل تنعطيه هنا الاختيار باش ما تكناش انا اللي جبت معايا الحل هو وشنو غادي نقولوا له نهضروا معاه حتى هو نمشيو عنده بجوج ونتكلموا مع اجي ديك اللعبه ديال انت عجباتك بغيتي تلعب بها وتنوصلوا لواحد نقدروا نوصلوا للحل يعني الاباء خصهم دائما يمشيوا بواحد الاعتقاد راسخ بان كل مشكل معاه الحل ديالو.